إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ما الذي يقول أمرت أن أكون مسلمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يقول أمرت أن أكون مسلمين؟ نوح عليه الصلاة والسلام. من الذي يقول أمرت أن أكون من المسلمين؟ إبراهيم، سليمان، داود، موسى، عيسى، كل الأنبياء دينهم الإسلام. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يقولها إبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل. بل فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقالتها ملكة سبأ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال الحواريون لما قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت أن أول المسلمين. فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. وإن اختلفت شرائعهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هم اختلفوا في الشرائع لكن دينهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد أي دينهم واحد وهو الإسلام. وإنما تختلف الشرائع. لذلك من يقول الأديان كذب، ما في شيء اسمه أديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. في زمن محمد، في زمن نوح، في زمن داود، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن أي نبي، إن الدين عند الله الإسلام. ما في أديان، في شرائع لكن الدين واحد لا يتعدد. إن الدين عند الله الإسلام سبحانه وتعالى.